السلام عليكم. مرور على واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون ابليكو فيه داكشي اللي شفنا. دونك ليكزيرسيس يقول لنا سوا ا بي اي سي 3 بوين, كل وحده عطاونا لا فيكس ديالها. دونك لا بروميير كيسيون مونتري كو لي بوين ا بي اي سي ne sont pas alignés. ثم الدوزيام كيسيون مونتري كو ا بي سي est un triangle isocèle en B متساوي الساقين في B. دونك السؤال الاول شنو اللي مطلوب منا, شنو اللي مطلوب منا هنايا سوليسيون؟ مطلوب منا اننا نبينوا ان النقاط غير مستقيمه, يعني ماشي مستقيمه. شفناها في الفيديو السابق, اللي تلقى الرابط الفوق, شفنا في الفيديو السابق ان الى بينا نمونطريو ان لي بوين نو سون با اليني, اشنو كنحسبوا قلنا؟ دونك كنحسبوا هذا النومبر هذا, بدا بلي عجبك قلنا غادي تشوف الفيديو اللي حطيت الفوق, غادي تبدا بلي عجبك بي, تبدا مثلا بي بدا بها ماشي مشكل. دونك بداو بزيد بي اللي بديت بها الفوق كنبدا بها تحت, هنا نقص زيد ا وهنا نقص زيد سي. دونك خصني الى لقيت هذا النومبر هذا ابارتي انا اه راه لي بوان غيكونوا مستقيمين يعني اليني, الى لقيتو ما كاين تانيش ار يعني راه نو سون با اليني. وهنا اش قال لك؟ هنا قال لك نو سون با اليني. دونك خصني نمونطري ان هاد النوم هذا لو نوم هذا لا بارتيان با ا ار, شنو اللي خصني ندير؟ دونك شنو هي زد بي موان زد ا؟ زد بي موان زد ا هي زد بي موان ز بلوس دو اي موان زد ا. شنو هي زد ا؟ زد ا 1 بلوس اي سور زد بي ا تاني موان ز 1 بلوس دو اي موان زد سي موان زد سي. زد سي سي 1 بلوس 3 اي 1 بلوس 3 اي. دونك سا ايكالا نحيدو الاقواس موان ز 1 بلوس دو اي موان ز موان 1 بلوس سي موان اي ثم لتحت موان ز بلوس دو اي ثم على موان ز موان 3 اي. دونك نكمل الحساب ديالي. دونك موان ز موان ز سي موان 2 اي موان اي جوج اي الى حيدتي منها اي تبقى لي بلوس اي موان ز موان ز سي موان 2 اي موان 3 اي 2 اي موان 3 اي سي موان اي. دونك هاد لونوم هذا هذاك تختزر ماشي بحال هذا موان 2 اي بلوس اي هذا موان 2 زي موان اي. دونك خصني نكتبو على شكل لا فورم الجبريك, يعني اش خصني ندير؟ خصني نمولتيبلي با لو كونجوغي نضربو في المرافق. المرافق نعمل نقدر هنا نعمل بهذا الناقص ماشي مشكل, نعمل بها ونطينا ولا خليها ماشي مشكل. دونك موان 2 بلوس اي هذا هو لونوم اللي عندي, نضرب في لو كونجوغي. شنو هو لو كونجوغي ديال هذا العدد؟ غيكون هو موان 2 كنبدل غير هذه قلنا دونك بلوس اي. دونك موان 2 بلوس اي هنا ايضا موان 2 بلوس اي العدد اللي ضربت فيه الفوق كنضرب فيه تحت هادشي شفناه سابقا. دونك ايكالا الى حسبنا هنايا دونك موان 2 فوا موان 2 سي 4 موان فوا هي بلوس جوج في جي 4 موان 2 فوا اي سيتادير موان 2 اي ثم ندوزو للثانية اي فوا موان 2 هي ايضا موان 2 اي و بلوس اي بلوس فوا اي يعني بلوس اي او كاري بلوس اي او كاري و لتحت هذا ا موان بي في ا بلوس بي هذا كيلعب ليه الدور هنا ديال ا و هذا كيلعب ليه الدور ديال اي كيلعب ليه الدور ديال بي. دونك عطيني ا او كاري يعني موان 2 لو تو او كاري موان بي او كاري بي راه هي اي او كاري. دونك هادشي راه شفناه سابقا كيفاش كنكتبو هاد الرون على شكل لا فورم الجيبريك. دونك سا ايكالا اي او كاري هي شحال؟ قلنا اي او كاري هي موان ز ها هي نعوضها هنا ديريكت هي موان ز ها هي 4 ناقص 1 هي شحال؟ هي 3 ناقص 2 اي ناقص 2 اي هي ز هي ناقص 4 اي. هنايا ناقص 2 كل اس 2 ناقص 2 كل اس 2 هي 4 ناقص اي او كاري شحال هي قلنا اي او كاري؟ قلنا اي او كاري هي موان ز يعني ناقص 1 وشنا هي ناقص واحد هي زائد واحد ناقص واحد راه هي زائد واحد. وشنا هي 4 زائد واحد كنختصر حيت ما بقاش غادي نكتب هنا 4 زائد واحد راه هي 5. دونك في الاخير نكتبو على شكل لا فورم الجبريك اذا 3 سور 5 موان
4 sur 5 i. Donc on a calculé le عدد بينا نعرفوا واش appartient à r ولا لا. Donc هذا ما appartient pas à r. علاش؟ لحقاش فيه واحد الجزء اللي هو تخيلي ou bien هذا بارتي ليا imaginaire. Donc هنا شنو غنستنتج؟ Donc les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors, la répétition du nombre là n'appartient pas à R. Mais ils ne sont pas alignés. Donc, il faut nous lier un le modèle. السؤال الثاني هو قال لك ان هذه المثلثات ار بي سي خصك مونطري انها ايزوسيل. دونك هنايا ندوزو لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون بغينا مونطريو ان تريونغل راه ايزوسيل. دونك دوزيام كيسيون مونطري مونطرون ك ار بي سي اي ايزوسيل. ايزو يعني متساوي الساقين في نفس en P. Donc, il y a un triangle qui est donc, il y a un triangle غادي نحسب لا ديستونس بي ا وغادي نعاود نحسب عاود ثاني لا ديستونس بي سي ونشوف واش متساويين. الا كانوا متساويين راه بطبيعة الحال راه متساوي الساقين في بي. دونك ايزوسيل اون بي. دونك بي ا هي لو موديول ديال اش قلنا ديال زد بي موان زد ا او بيان زد ا موان زد بي. ماشي مشكل زد ا موان زد بي. دونك اللي هي شحال اللي هي غاس اللي هي لو موديول شنو هو زد ا ان بلوس اي moins, شنو هو زد بي موانز ان بلوس دو اي. دونك ايغال لو موديول حيد الاقواس ان بلوس اي موان مع الموان سي بلوس ان موان دو زي اللي هي لو موديول ديال اش ان بلوس ان سي دو اي موان دو زي اللي هي موان اي. دونك سي راسين دو او كاري plus, هنا هي لا بارتي ايماجينير هي موانز ان او كاري اللي هي راسين 4. هذه بلوس موانز ان او كاري ستادير بلوس ان اللي هي في الاخير راسين دو 5. دونك ا بي ا دونك لا ديستونس بي ا ايغال راسين 5. مزيان. دابا خاصني نحسب هاد لا ديستونس اخرى بي سي وخاصني حتى هي نلقاها نفس هادشي اللي خرج لنا اللي هو راسين 5. Donc la distance BC égale le module de ZC moins ZB. On va faire ce que je veux dire. Le module ZC c'est 1 plus 3i moins ZC, ZB, les voies moins 1 plus 2i. Donc on va faire ce que je veux dire. On va faire le module de 1 plus 3i moins mal moins 6 plus, plus 1. Tout le monde est mal, le moins mal plus c'est moins 2i. Donc égal à chal, le module 1 plus 1 c'est 2. 3i moins 2i c'est i, donc plus i. Donc il y a racine, dièlech, diel 2 au carré, plus la partie imaginaire, il y a chal, il y a 1. Donc plus 1 au carré. Il y a chal, il y a chal, il y a chal, il y a chal, donc racine. 5. Donc le prix est obtenu BC est racine 5. Donc le prix BC est racine 5. Donc BA égale à BC. Et donc BA égale à BC. Et par suite, là, le triangle ABC est aussi tout. On l'a comme. AB, la distance BA, appelé BA, égale à la distance BC, donc ABC isocèle. Avec une dame, on va en B, on va faire ça, on va faire B.